ولسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا من مهارات عظيمه. وصلنا للفقره الطبيه، وبعض الناس بتعتقد ان اي شخص علشان ينزل من وزنه او يبدا رحله الدايت لازم ولابد انه جسمه يظهر عليه بعض الاعراض، زي مثلا انه يبدا يحس بتعب، بخمول، بشرته ممكن تكون بهتانه، ممكن يكون مرهق، الشعر ساعات يتساقط، يكون في تغيير في الشكل كده بصوره كبيره. لكن احنا النهارده هنناقش المعتقد ده وهنعرف هل ده صحيح فعلا ولا لا، وكمان هنعرف طرق انقاص الوزن الصحيحه مع ضيفتي اللي مشرفاني منوراني في الاستوديو دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال. دندون يا عظيمه يا روح قلبي. ايه يا جميله، ايه يا روح قلبي، الحمد لله. ريحه المخلل تجنن يا حياتي. بتفرج عليكي انت الحاجات دي. بحب المخلل قوي بس ما باخدش منه كتير. جدع جدا، شطوره. أيوة. شفتي حبيبتي، نورتيني يا دندونة. بنورك يا روح قلبي، تسلميني. الموضوع طبعا مهم، وعارفين دلوقتي احنا فتره الصيف كمان، في ناس كتير بقى ايه مقضيها زي ما هي عايزه، صح، وممكن تكون كمان بتلجا للاكلات السريعه، فده بيخلينا بشكل او باخر بنهمل شويه، بنبدا بقى نشتكي الشعر بيقصف، احنا ما بننامش كويس، يعني عدم النوم والسهر الكتير ده بيأثر بشكل تاني بعد ما بنرجع وبنتخن. بقى وبنتخن. انت قلتي لي قلتي لي انا زدت شويه. سنة صغيرة كده في الساحل. لا بس جميل برضه، بس هو حلو ان الواحد يبقى منتبه. طبعا. امتى احس بقى بالانتباه وان انا اعرف ان انا دلوقتي زاد وزني وان انا لازم انتبه ان انا لازم اخس؟ خليني برضو ابدا معاكي يا عظيمة، اضرار السمنة. يعني ناس كتير، ولو احنا كبنات نقول ايه ده انا تخنت انا مش عارفة البس. لو سبت نفسي للتخن، احنا عندنا التخن كذا مراحل. صحيح. او السمنه، صحيح، اوفر ويت ده عادي، بعدين بنخش في سمنه عاديه، وبعدين بنخش في سمنه مفرطه. ايوه، وبيحصل لنا مشاكل صحيه كبيره جدا احنا في غنى عنها. موضوع السمنه مش بس الشكل جمالي، في بوتاجاز مفتوحه. انا هطفيها. اوكي. موضوع السمنه مش بس الشكل جمالي، لا. السمنه ليها اضرار صحيه رهيبه. صح. فمهم قوي ان احنا نعرف ازاي، لو هنتكلم احنا ازاي زدنا في الوزن، او ازاي نحس ان احنا زايدين في الوزن. لان مش كلنا بنقعد نقيس بالميزان كل يوم. لا، مش كلنا. اللبس دي اول حاجه، يعني بالعين المجرده انت عارفه كل 5 كيلو بيبقى فيه مقاس زياده. صحيح. في اللبس. اللغط ده بيبان على طول. لو جيت لبست مثلا خاتم حسيت ولقيته ضاق شويه، ضاق. كل الحاجات دي لو هتكلم بقى، لا احنا عايزين نقيسها بقى صح بالكتله، الكتله العضليه للجسم، او الكتله اللي هي البي ام اي، بودي ماس اندكس. يا ريت كل الناس لو عايزه تحسب طريقه القياس، الوزن بتاعي على مربع طولي بالمتر. مش بالسنتي، يعني لو انا مثلا طولي متر و60 متر 65، ما اعملش 1.60، لا بعمل 1.6 بالمتر في نفسه، وهيطلع رقم. ايوه. الرقم ده لو اقل من 18.5 انا كان عندي مشكله نحافه، لازم ازيد. من 18.5 اقدر العب بقى، من 18.5 ماكسيمم 24.5. هبدا من ال 25 انا اوفر ويت. اوفر ويت واقدر الحق نفسي لغايه ال 30. كويس. من ال 30 لل 35 انا دخلت في سمنه اوبيز. من بعد ال 35 و40 انا في سيفير اوبيز. سيفير اوبيز يعني هيحصل لي مشاكل في قصه السكر ومقاومه الانسولين، وسكر نوع تاني، هيحصل مشاكل في الكوليسترول والدهون الثلاثيه اللي في الدم. بنشوف بنات صغيرين، والله دي مشكله، بنات صغيرين لسه ما دخلوش حتى مرحله الجامعه. مشكله ان الاطفال بقى عندهم سمنه. الاطفال يعني طبعا. يعني يا ريت الاهالي بس دي تبقى سوء تغذيه من البدايه. ما هي دي، انا عشان كده قلت الاهل من البدايه. الاهل هي دي الطريقه المثليه اللي احنا نعرف احنا زدنا في الوزن ولا لا. الطريقه المثليه دي بقى احنا عايزين نعملها، يعني ايه، نقول لاصدقائنا يعني نحلها بشكل لطيف. ما معنى انا واحده من الناس بخاف اخد اي حاجه تساعدني، على الرغم ان انا ممكن اكون محتاجه ان في حاجه تساعد، عامل مساعد ليا. ممكن اكون انا مش قادره انظم اكلاتي، بس عايزه عامل مساعد يساعدني لو انا عندي شراهه. ففي الحاله دي بخاف اخد اي حاجه، انا طبعا بخاف بصراحه. صح. لكن ممكن احتاج حاجات بسيطه زي اللي احنا بنستخدمها في حياتنا العاديه، بس ما يبقاش في منها ضرر وامنه. صح. بحيث ان انا ممكن ليه لا ما عنديش مشكله في ده. فقول لنا بقى مقترح بجد يكون كويس ويفيد البنات الصغيرين ويفيد السيدات ويفيد برضو الرجال لو حابين، بيقعد فترات طويله في الشغل. صح. احنا في الاول بنبدا بالاكل.
تمام، ننظم الاكل كويس. بنبدا بده ننام كويس، لان ناس كتير تقول لك هو ايه السبب زياده في الوزن. السبب اكيد سنه مطبخ، فعشان كده بقول نبدا بالاكل والنوم اللي مش صحي او النوم اللي فيه توتر او ما باخدش ساعات بالليل كافيه. مظبوط. لان تغيير الهرمونات بيؤدي الى سمنه، وقتها ما قدرتش اعمل ده وعندي شراهه في الاكل. وبعدين احنا كمصريات او كمصريين رجاله وستات عندنا متعه في الاكل، عايزه اخس وما تحرمينيش من حاجه يا دكتوره دي. صحيح. طيب وقتها اعمل ايه؟ الجا زي ما قلتي لحاجه مرخصه. اول حاجه مرخصه من وزاره الصحه المصريه، تاني حاجه مكوناتها فعاله وطبيعيه تقدر تقلل لي موضوع التحكم في الشبع، يعني تقلل لي الشراهه بتاعه الاكل. تقدر تقلل لي الشراهه بتاعه الاكل رقم واحد، وتحرق لي الدهون والنشويات. برشح ايه لكل الساده المشاهدين من قناه الاهلي؟ اكيد بيستا منتج غذائي بيساعد جدا على انقاص الوزن. طبعا هي دي الصوره، ما عنديش اي بديل لبيستا. ليه بقول بيستا؟ اولا بيستا مرخص وزاره الصحه المصريه زي ما احنا شايفينه، متوفر في الصيدليات، محدش ياخد حاجه بتخسس او اي حاجه غير من الصيدليه او عن طريق الارقام بتاعه الشركه بتاعتنا. بيستا مصدر غني بالالياف، الالياف هي اللي بتؤدي للشبع، خلي بالك. الالياف مهمه جدا، من اهم الالياف اللي موجوده داخل بيستا الشوفان والسيليوم ورده القمح. الثلاثه دول لما بينزلوا المعده، طبعا انا بشربه قبل الاكل بنص ساعه. كويس. ليه بشربه قبل الاكل بنص ساعه؟ لان الالياف هي اللي بتملى لي المعده، بتمتص الميه وتملى المعده. فلما اجي انا جعانه جدا، فانا هاكل كل الاكل ده؟ لا، انا هعمل الطبق وهلاقي نفسي باكل ربعه بس، من غير ما احرم حد من حاجه. أوكي. بناكل بروتينات، البروتينات مهمه قوي، البروتينات مهمه جدا. أوكي. وما بتخنش، لكن في ناس بتبقى عايزه تاكل كربوهيدرات، الكربوهيدرات مهمه بس بنسب. طبعا بيستا بيعمل ان الالياف دي كلها، رده القمح والسيليوم والشوفان، بيقدروا يعملوا حيز كبير في المعده. فبالتالي انا هاكل كل ده؟ لا، انا بعمل الطبق بلاقي نفسي في الاخر باكل ربعه بس. كويس. والحلو في بيستا كمان انك انت بعد ما بتخلصي اكل بتقعدي بالاربع خمس ساعات مش حاسه انك جعانه، لان رده القمح ما بتتهضمش بسرعه. فدي حاجه حلوه. وكمان رده القمح بتعمل بتساعد على انتظام عمليه الهضم. فاحيانا كتير اللي عندهم امساك بيقدروا ياخدوا بيستا. رائع. ما هو مهم، لان في ناس بيحصلها امساك وهي بتعمل دايت. طبعا. عشان هما ممكن يكونوا ما بياكلوش الياف بشكل طبعًا. كافي. طبعا. خضروات كتير ورقيه حاجات صح. دي صح. بيستا غير الالياف اللي فيه يتواجد داخله فيتامين سي. هتيجي تقولي لي يا دينا فيتامين سي، قلتي لي على فيتامين سي ان هو للشعر وللبشره والكلام ده كله. الدراسات الاخيره اثبتت ان فيتامين سي رائع في حرق الدهون. احنا عايزين، دي معلومه كانت جديده بالنسبه لي بس انا مبسوطه بيها جدا، رائع لحرق الدهون. مهم قوي ان انا برضو بحسب السعرات الحراريه اللي في اليوم. ده مهم. بيستا بيخليكي تاكلي اقل، في سعراتك اقل، مهم ده، فبتقدري تحرقي الدهون المخزنه. بلس طبعا عندي الكروميوم، رائع الكروميوم لتظبيط مستوى الانسولين. ده الانسولين مهم قوي على فكره، من اهم الهرمونات اللي بتتحكم في زياده الوزن، الانسولين اللي بيتفرز من البنكرياس، والثيروكسين اللي بتفرز من الغده الدرقيه. الغده الدرقيه عندي فيها خمول والهرمون مش موجود، بيحصل زياده في الوزن. الانسولين عالي ومقاومه انسولين، وهو المسؤول الانسولين على تخزين الدهون في الخلايا، بيحصل زياده في الوزن. فطبعا الكروميوم كمان موجود، اللي بيظبط لي معدل الكوليسترول في الدم وبيظبط لي تنظيم الانسولين في الدم. فالحقيقه بيستا من اقوى المكملات الغذائيه اللي بتساعدني على انقاذ الوزن بعد ما حاولت اعمل دايت وفشلت، او حسيت انه هيبقى كتير عليا، يعني ان انا انتظم بشكل قوي. في ناس بجد ما بتقدر. لا صعب انك انت تقدري وبالذات كمان الشباب، انك تقول لهم لا ما تاكلش ده او تاكل ده. لا، احنا عايزين ناكل وما نتحرمش، بس يبقى الاكل بنسب مش كبيره. ازاي ده يحصل؟ الحقيقه ببيستا وكل الفيدباك، الناس اللي جربت بيستا قد ايه شكروا فيه وخسوا عليه. ما احنا معانا دلوقتي بقى تقرير لأميرة، عايزين نشوف بقى تجربتها كانت ايه. خلينا كده نشوفه مع حضراتكم ونرجع نستكمل حديثنا مع دكتور دينا. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. أميرة أبو شوشة،
سني 39 سنه، وزني كان 140 كيلو وبقيت 85. كنت بعاني من الوزن الثقيل من السمنه المفرطه، وكنت عندي بطولة وما كنتش عارفة أنزل الوزن في وقت بسيط، فأنا خدت بيستا وفرق معايا جامد وكان منتج فعال جدا. كنت بستخدم بيستا قبل الأكل بنص ساعة وما كانش عندي أي مشكلة بطعمه ولا أي مشكلة خالص، كان بالعكس طعمه هايل جدا، بطعم التفاح هايل يعني. كنت باكل كل اللي نفسي فيه بكميات بسيطة لأن بيستا كان بيحسسنا بالشبع طول اليوم. كنت مبسوطة جدا إن أنا كسبت بطولة الجمهورية بفضل بيستا، وأنصح أي حد عنده سمنة على طول من غير ما يفكر هي بيستا. ورجعنا لحضراتكم بعد التقييم. طبعا هي بتقول طعمه كمان حلو، فدي حاجه حلوه برده. طعم التفاح مين فينا ما بيحبش طعم التفاح؟ وطعمه حلو يعني، طعمه جميل. طيب قولنا بقى بعد ما بنبدا خلاص ناخد البيستا نمشي عليه بقى قد ايه؟ هل مع الوجبات عدد وجبات قد ما ياكل، ولا كل ما جوع احس ممكن اخد قبل الاكل فاحجم الشهيه؟ البيستا من 2 ساشت ل3 ماكسيمم في اليوم، يعني على حسب الوجبات الرئيسيه. اوكي، يعني في ناس مثلا فطارهم بيبقى خفيف انا مش محتاجه وقتها بيستا. في ناس العشاء بيبقى تقيل وانا ما بحبش العشاء يبقى، يعني في مقوله خاطئه في قصه الدايت ان انا احرم نفسي خالص 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 من الاكل، واجي بالليل ادب بقى الرز والمكرونه اللي هو انا الوقت تايم كمان غلط. الوقت غلط، معظمنا لما بيغلط بيغلط الغلطه. من اخطر الحاجات يا عظيمه ان انا اكل جامد وانام، صح؟ خطر جدا. قبل الاكل 4 ساعات على الاقل. صح يا عظيمه، 4 ساعات. بقعد انا بحب فيكي بجد معلوماتك. لسه كنت بتفرج عليكي برضو حبيبتي. بتقولي معلومات بتفيد الناس كلها بجد يا حبيبتي قلبي. فمهم قوي ده. يبقى بيستا بيتاخد قبل الاكل بنص ساعه. بيتحط، هو كيس بيتحط على ميه ساقعه او عصير خالي السكر او كويس. لبن خالي السكر كويس، وبدوبه كويس قوي على كوبايتين ميه. حلو قوي. ليه بقول كوبايتين ميه؟ لان الالياف اللي فيه بتمتص الميه وبتعمل لي حاجه تساعدني تديني نتيجه احسن، تديني نتيجه احسن وما احسش بالشراهه بتاعه الاكل. احنا مشكلتنا في الشراهه. وبعدين ايه، بنصح الناس حاجه مهمه قوي 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 عظيمه، ان انا لما احس ان انا جعانه قوي لما اجي اكل بالراحه. ليه؟ لان هرمون الشبع بيبتدي يتفرز بعد تلت ساعه من الاكل. يعني انا طول الوقت حاسه ان انا جعانه، صح؟ فبقعد اكل لو استنيت شويه هشبع. لو استنيت شويه بليز، لو تعالوا واحده واحده، المعلقه الشوكه تبقى صغيره او المعلقه صغيره، واحده واحده بعد تلت ساعه ممكن احس بالشبع. أيوة. طيب بيستا بيتاخد قبل الاكل بنص ساعه زي ما انا قلت، غني بالالياف، بيقدر يتحكم لي في معدلات الشبع، بيقدر يحرق لي الدهون المخزنه بفيتامين سي وبالكروميوم وبالال كارنيتين. تمام. بيتاخد ازاي؟ بيتاخد من 2 ساشت ل3 ساشت ماكسيمم في اليوم. هو امن طبعا لكل الاعراض، مرخص من وزاره الصحه. اوكي تمام، دي حاجه حلوه. هو امن لكل الامراض المزمنه، يعني امن تماما. بصي يا عظيمه، انا بالنسبه للامراض المزمنه احب جدا استشير الطبيب برضو. حلو يعني، بس احنا بنتكلم هو الكوليسترول والضغط دول مع مريض الكلى، لكن كلى كبد طبعا اكيد ده لازم نرجع للطبيب اساسا. طيب هسالك بقى، انت عارفه مريض الكلى لا قدر الله حتى الميه بياخدها بحساب؟ ما طبعا، ربنا يعافينا ربنا يشفي كل مريض يا رب العالمين. هسألك بقى حاجة، أنا النهاردة أنت بتقدمي لنا كورس كامل خاص ببيستا ومعاه ألف مالتي فيت. أيوة. ألف مالتي فيت الحقيقة عشان إحنا جربناه وفي كتير مننا من القناة هنا جربوه، خلينا نقول للناس اللي لسه ما جربتش، كلمينا عنه إن هو مكمل غذائي. أنا ليه ببدأ أخده وأنا باخد، سواء باخد للدايت أو غير الدايت؟ عايزين نقول بس للناس إنه مش بس مع الدايت عشان إحنا بنحاول نحارب قصة إن إحنا يبان علينا قوي وشنا نخس، بشرتنا بتجف، شعرنا، ضوافرنا، القصة دي. صح. قول لنا بقى الناس العادية كمان اللي مش محتاجة أصلاً تعمل دايت، تاخده في العادي، مهم قوي الموضوع ده يا دينا. لا، ألف مالتي فيت مهم جدا لانه مجموعه فيتامينات، انا الفيتامينات الجسم ما بينتجهاش يا جماعه. فموضوع الفيتامينات ان هو مش حاجه ترفيه. انت عارفه انا ليه بقول لك كده؟ عشان في ناس بتربطها بالدايت، وقت الدايت لا بس لا لا، وبعدين ما بتاخدش المكملات الغذائيه. لا 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 لا، انا محتاجه الفيتامينات علشان دعم الطاقه، عشان دعم المناعه، عشان صحه شعري، عشان صحه بشرتي، عشان دعم التمثيل الغذائي.
التمثيل الغذائي يعني الحياة، الأيض بتاعنا، الميتابوليزم بتاعنا ده اللي بيخلينا نعيش. فلازم طول الوقت أخد فيتامينز. إزاي؟ ومش طول الوقت إحنا أكلنا صحي يعني مش طول الوقت. لا يمكن. وما كل مش كل يوم بناكل كل العناصر اللي إحنا محتاجينها. طبعاً. وقلب مالتي فيت هو حلو جداً كمان مع بيستا. ليه؟ عشان ما يحصليش سقوط شعر، ما يحصليش بهتان في البشره، ما يحصليش ارهاق، فباخد الكورس مع بعض. كويس. قلب مالتي فيت بيتاخد بعد الاكل بساعه. كويس. وبيستا بيتاخد قبل الاكل بنص ساعه. الكورس نقدر نحصل عليه عن طريق الرقم اللي ظاهر على الشاشه. على الشاشه. أوكي. واللي عايز ياخد من الصيدليات، هو بيستا موجود في الصيدليات وقلب مالتي فيت موجود في الصيدليات، بس احيانا بيبقى بيستا لوحده في صيدليه وقلب مالتي فيت لوحده في صيدليه. لكن اللي يقدر يجمع الكورس مع بعض هو شركتنا. من خلال ارقام الشركه، من خلال الارقام اللي ظاهره على الشاشه، وعندنا متابعه كمان من الدكتوره اللي موجوده في الشركه. طبعا ده شكل قلب مالتي فيت، لان ما عنديش اي بديل لقلب مالتي فيت. قلب مالتي فيت بيدعم لي الطاقه، لانه بيحتوي على فيتامين ب الكامله، بيدعم جدا كرات الدم الحمراء، عندي الكالسيوم المهم جدا لتدعيم صحه العظم، عندي الزنك المهم لكل العمليات الحيويه والمناعه، عندي فيتامين سي المهم لامتصاص الحديد عشان نقي نفسنا من الانيميا، وفيتامين سي مهم جدا للكولاجين اللي بينقص بعد سن 25 سنه. فمهم جدا ان احنا ناخر ظهور التجاعيد. عندي فيتامين اي كانتي اوكسيدنت مهم جدا ضد الالتهاب يعني. كويس. وعندي طبعا الكابر، انا قلت لك قبل كده ان الكابر مهم قوي مع الزنك. مع الزنك. البيوتين من اهم الفيتامينات، من عائله فيتامين ب الكامله اللي بتدعم جدا شعري. شعر. عشان كده اللي بتعمل دايت جامد تقول لك شعري بدا يقع، خدي مع يعني لو سواء انت حضرتك يعني بتعملي دايت، خدي قلب مالتي فيت مهم جدا، او حتى مع بيستا بيبقى الاثنين بيدوا نتيجه رائعه. ممتاز. ما هو الفكره بقى ان احنا دايما نستمر عشان نحافظ على نسبه الفيتامينز في جسمنا. بالزبط. لان في حاجات بتقع غصب عننا. بالزبط. والميزه ان هو قرص واحد في كل الحاجات الاساسيه. معظم الاساسي اللي احنا محتاجينها نضيف عليه فيتامين د مثلا عشان احنا ما يقعش مننا برضه، والنبيع واوميجا. يا سلام، دي مجموعه يعني بصوا حاجه بسيطه جدا، دي حاجه جميله جدا. واحنا على البحر نقعد على البحر كتير عشان اليود مهم للستات. اليود. اليود مهم للستات. طب هايل جدا، انت بتوصينا خلاص اعزمينا بقى. لا انا طبعا يعني مبسوطه، لان بصي كانت الاول الفكره انه لازم اخد الفيتامين لما يكون عندي مشكله، بس دلوقتي بقت احنا بنقول لناس، حتى الاطفال على فكره احنا بقينا نمشي معاهم بالسيستم ده. طيب. دايما لازم ندعم طول السنه، ويمكن فصل الشتاء اكتر نقول ايه عشان الولاد بيتعبوا وبيعيوا كتير. صح. لا احنا لازم طول السنه. صح. نبقى عاملين لجسمنا نهتم بيه. طبعاً. وندعم بالفيتامينز. طبعا اصل لو لا قدر الله شهر بطلنا بيقع. تخيلي انا شهر لو بطلت فيتامين د يقع خالص. ما طبعا، لان الفيتامين د مش موجود في الاكلات يعني. يقع فورا، وهو موجود بس في اشعه الشمس. وفيتامين د مهم جدا 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 للحياه الحقيقه. يعني ومجموعه بي يعني بصي احنا كنا لسه في هم بيسالوني في الكنترول، بيقولوا لي انه في بنات في اثناء الـ 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 الدوره الشهريه بتقولي احنا مش بتبقى كويسه وبتتحسن الا لما باخد بي 12. بي 12 تخيلي، عشان الكوبالامين هو اللي بي بي بينتج لي كرات الدم الحمراء. فاحنا عايزين يبقى ده مهم. احنا عندنا قرص اهو في كل معظم الفيتامينز، ويبقى بيدعم البنات. طبعًا. كمان الصغيرين حبايبي. طبعا طبعا والله دندون، انا يعني متشكره جدا لوجودك معايا، ان انت جيتي وحضرتي معايا النهارده الحلقه الجميله دي. وبشكرك طبعا عن الكورس، بس كلميني اخر حاجه على الكورس، اخر مره نطلبه ازاي؟ وبيستا والقلب مالتي فيت. اوكي. بيستا موجود في الصيدليات، قلب مالتي فيت موجود في الصيدليات، لكن اللي محتاج ياخد الكورس كامل مع بعض يقدر يتكلم عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه، بنوصل لحد البيت، وعندنا دكتوره في الشركه بتقدر تتابع الحالات بنفسها كمان. هايل. يبقى من خلال الارقام الشركه هيبقى الكورس الاثنين. لكن لو عايزينه حضراتكم سواء بيستا او قلب مالتي فيت موجود في احد في كبرى الصيدليات. ولو طبعا قلب مالتي فيت الساده الصيادله احنا عندنا كود، احنا موجودين في الشركه المتحده، يدخلوا بقى على الصفحه حضراتكم هتلاقوا الكود. صح. الخاص بالصيادله. طبعا في لبايو فيت صفحه وفي لبايو بيستا صفحه، فحضراتكم بقى على حسب ما انتم عاوزين. طبعا الوقت بيجري معاكي بسرعه جدا يا دندون، بس اسمحوا لي اشكر ضيفتي اللي شرفتني ونورتني النهارده، دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه باي ناتشر. نورتيني. بنورك. شرفتيني. بنورك يا حبيبتي. وبشكر حضراتكم
بجد والله على دعمكم على كلامكم الرائع وعلى متابعتكم لينا. وطبعا لو في اي اسئله خاصه بحضرتك بعتوها، واحنا ان شاء الله من خلال الفقرات الطبيه معانا في البرنامج هنجاوب على كل اسئلتكم. اتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم من هنا لحلقه جديده. على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، وسلام عليكم.